قمة عربية طارئة عقدت اليوم من أجل مواجهة التحديات الكبيرة القادمة للشرق الأوسط، ودبلوماسي مصري لم يصرح باسمه، صرح للعربية الجديد وعدد من الصحف والوكالات العربية بطبيعة الملفات التي ستتم مناقشتها في هذه القمة المهمة للغاية. وهو أكد هذا الدبلوماسي بأن طبعا يجب أن ننتبه إلى أن هذه القمة هي في جمهورية مصر العربية، وبحضور طبعا الأردن، الإمارات، العراق، وكذلك مملكة البحرين، وأن أهم ملفين ستتم مناقشتها في خلال هذه القمة هي مسألة إيران وعودتها للاتفاقية النووية، وكذلك الأزمة السياسية في الداخل العراقي، وكذلك أيضا حول قمة من المفترض أن تعقد في نوفمبر القادم في الجزائر. ما مصير هذه القمة أيضا سيتم النظر فيها كذلك، وبعد ذلك أيضا النظر في القضية الفلسطينية وتطوراتها. ولكن أهم قضيتين هي طبعا الأزمة السياسية العراقية وعودة إيران إلى الاتفاقية النووية، وهنالك أهمية لماذا ينظرون إلى العراق تحديدا. فبالنسبة للعراق والأزمة السياسية وصلت إلى مراحل خطيرة للغاية، التيار الصدري وخلافاته السياسية الكبيرة مع الإطار التنسيقي وصلت إلى طريق مغلق. بدأوا يتحدثون عن مناظرة يجب أن تعقد في الأمم المتحدة، لا وجود لحلول من القضاء العراقي، وكذلك ليس هنالك إمكانية لعقد أي جلسة في البرلمان العراقي بسبب أن المعتصمين للتيار الصدري موجودين في ذلك المبنى، والتيار الصدري لن يسمح بانعقاد مثل هذه الجلسات وتمرير حكومة هو غير راغب بها. وبالتالي السيد مقتدى الصدر لديه قاعدة كبيرة جدا من الجماهير، وهنالك تخوف من أن الأمور قد تصل إلى سيناريوهات مفتوحة. وهنا الخوف بالنسبة للعراق بأن العراق بدأ يبدو وكأنه غير قادر على حل المسائل السياسية والخلافات السياسية بنفسه، وكأن الأمور ستدخل وإلى أمور دولية، أي أن العراق يحتاج إلى تدويل هذه القضية لحل هذه المشكلة. لذلك هذه المسألة قبل أن تصل إلى مراحل أكبر من المراحل التي وصلت إليها هذه القمة هي تناقش هذه الأزمة. وقد نرى وسيطا قادما من الدول العربية من أجل إيجاد حلول دبلوماسية أو المساعدة للوجود إلى حلول معقولة بالنسبة للعراق قبل دخول العراق في سيناريوهات خطيرة. واحدة من السيناريوهات المطروحة هي الحرب الأهلية التي لا يريدها أحد، لا تريدها الدول العربية، لا تريدها إيران، ولا تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هو سيناريو لا زال مطروحا. وهنالك قلق كبير لأن أي حرب أهلية أو صدامات في الداخل العراقي ستعني زعزعة وارتباك كبير جدا لكل الدول المجاورة. وهنا المشكلة الكبيرة أن هذه الأزمة المستمرة السياسية في العراق هي تأتي متزامنة مع أخبار مهمة بالنسبة لإيران بأن إيران تستعد للعودة للاتفاقية النووية. وهنا التحدي الأكبر للدول العربية أن العودة للاتفاقية النووية بحسب تفاصيل نشرت قبل يومين تقريبا على الإيران انترناشنال لتسجيل الصوتي لكبير المفاوضين الإيراني علي باقري كني، أكد بشكل واضح وأكدت إيران انترناشنال بأن إيران ستتمتع بسياسة إقليمية مفتوحة مستمرة، تتصرف وتدعم وتتحرك عن طريق أو تحرك فصائلها المسلحة الموالية لها وأحزابها السياسية بالطريقة التي تريدها من دون دخول وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك أن إيران بحسب هذه التفاصيل ستحافظ على ترسانتها وتقدمها في الطائرات المسيرة، في الصواريخ البالستية. كذلك أن إيران اليوم تختلف عن إيران الأمس، هي تقدمت نوويا كثيرا إلى درجة أن التفاصيل التي نشرتها إيران انترناشنال أكدت بأن إيران تمكنت من المحافظة على أجهزة الطرد المركزية IR-6 من الجيل السادس، وهي طبعا من أجهزة الطرد المركزية المتقدمة للغاية. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد تدمير هذه الأجهزة، ولكن إيران تمكنت من المحافظة على كل التقدم الذي حققته على المستوى النووي. والأهم من هذا الأمر هي الأموال التي ستتحصل عليها إيران من هذا الاتفاق النووي الذي سيغذي كل هذه التفاصيل القادمة للشرق الأوسط. فمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي FDD نشرت تفصيلا عن طبيعة الأموال التي ستتحصل عليها إيران بعد العودة للاتفاقية النووية. وكما تلاحظون هنا في السنة الأولى year one ستتحصل إيران على 275 مليار دولار بعد العودة للاتفاقية النووية، وبمجرد وصولها إلى عام 2030 فهي مرشحة بحسب تقديرات طبعا مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات على أكثر من تريليون دولار، وبعدها في عام 2031 هي غير مجبرة على الاتفاقية النووية، لأن الاتفاقية النووية
ستنتهي بحلول عام 2030، وبالتالي وبإمكانياتها وتقدمها النووي في عام 2031 إن أرادت ولم ينجح أحد من تحقيق اتفاق معها، ستصل وقد تذهب إلى القنبلة النووية. هذه قضية هي كبيرة وخطيرة للغاية بالنسبة لما تنظر إليه دول الشرق الأوسط بكل تأكيد، والولايات المتحدة، وأيضا الدول المعترضة، وحتى ممن هم يريدون العودة للاتفاقية النووية. الأمر المهم والمرتبط بالعراق هنا مع إيران بأن إيران تستخدم العراق كمعبر، كجسر جوي وبري من أجل الدخول إلى الشرق الأوسط والتوجه وتوجيه فصائلها المسلحة في المنطقة على شكل عان للغاية. إذا أخذنا على سبيل المثال مثالا لهذا اليوم عن طائرة شحن ظهرت بهذا الشكل كما تلاحظون، وهي طائرة شحن إيرانية قادمة من الأراضي الإيرانية دخلت إلى الأراضي العراقية اليوم تحديدا 22 أغسطس، وهي واضح جدا من خلال الفلايت ريدار 24 متوجهة على ما يبدو بأنها تتجه بهذا الشكل فوق العاصمة العراقية بغداد. نتحدث عن طائرة بويا، طائرة شحن إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني، بدأ الحرس الثوري الإيراني يستخدمها في الفترة الأخيرة بشكل مكثف. وهذه طبعا الطائرة إذا ما ذهبنا إلى التسجيل الخاص بها سنلاحظ بأن هي نفس الطائرة، طائرة بويا للشحن طبعا التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهذا هو طبعا التاريخ 22 أغسطس في طبيعة تحرك هذه الطائرة. ليس واضحا أين توجهت، ولكن في العادة عندما ترى المنظر بهذا الشكل لطائرة شحن تأتي من إيران هي قريبة من العاصمة العراقية بغداد، هي تعني بأنها تتوجه إلى العاصمة السورية دمشق من أجل سلاح في العادة، وهذا السلاح يذهب إلى حزب الله أو تغذية الفصائل المسلحة أو غيرها. هذه هي طبيعة هذه التحركات. المشكلة التي تأتي هنا وهذه الأسلحة التي تأتي عبر الجو عبر الأجواء العراقية إلى سوريا عادة ما إسرائيل تراقبها بشكل خطير للغاية، حيث أن طائرات الاستخبار الإلكتروني الإسرائيلية ظهرت يوم أمس بهذا الشكل وهي تحلق بشكل مكثف كما تلاحظون. كل هذه مسارات تحرك طائرات الاستخبار الإلكترونية النحشون شابت من السرب 122 الإسرائيلي، وهي تراقب سوريا وتراقب لبنان، وهنالك تشنج كبير للغاية ومراقبة عالية للغاية. إذا ما ذهبنا إلى تسجيل هذه الطائرات فسنلاحظ بأن واحدة من هذه الطائرات يوم أمس، لاحظ 21 أغسطس، ولاحظ كم طائرة استخبار إلكتروني وهي تراقب، وهنالك طائرة اقتربت أساسا من الأربع ساعات وهي تحلق وتراقب كل التحركات التي تجري. وعادة مثل هذه التحركات تعني بأن هنالك ضربة قادمة، هنالك مراقبة لشيء ما قد يعني ضربة قادمة، بالتالي السلاح الذي يأتي عبر الأجواء العراقية مرشح دائما للتعرض لمثل هذه الضربات. كذلك بأننا يجب أن ننتبه إلى تفاصيل خطيرة أخرى متعلقة أيضا بالعراق، تحديدا الفصائل العراقية التي تدعمها إيران والتي من الممكن أن تتحصل على دعم أكبر بعد العودة للاتفاقية النووية، لأن هذه الفصائل أصبحت قوية للغاية ليس في الداخل العراقي ولكن في الداخل السوري، وبدأت تهدد التواجد الأمريكي بشكل عال وبشكل خطير. وأن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم هو ووكالة عين الفرات أكدوا تفاصيل مهمة عن الفصائل العراقية كيف هي تتحرك وتنشط من أجل مواجهة القواعد الأمريكية الموجودة إلى شرق نهر الفرات. فكانت قبل يومين، قبل 48 ساعة تقريبا أو حتى 72 ساعة، كان هنالك هجوما صاروخيا بصاروخ واحد فقط، هو انطلق من مدينة الميادين باتجاه قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر القواعد التي تتواجد فيها طبعا قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية بكل تأكيد، وبأن فصيلا عراقيا بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان هو الذي قام بإطلاق هذا الصاروخ. وبعدها بأقل من 24 ساعة كانت هنالك مناورات مكثفة للتحالف الدولي في هذه القاعدة تحديدا، مما أعطى إشارة للفصائل المسلحة بأن هنالك هجوم قد يكون استنفارا من التحالف الدولي من أجل ضرب مناطق تواجد هذه الفصائل إلى غرب نهر الفرات كما تلاحظون. وهذا ما دفع هذا الفصيل تحديدا بحسب المعلومات التي نشرها المرصد بأنه قام بعملية نشر منصات صاروخية موجهة في مدينة الميادين على نفس القاعدة، وأيضا أكد أن هنالك فصيلا مسلحا عراقيا آخر قام أيضا بنصب راجمات صاروخية ومنصات صاروخية في نفس المنطقة من أجل أيضا تهديد هذه النقطة وهي قاعدة حقل العمر النفطي، وأيضا بأن لواء فاطميون الأفغاني يساند بشكل عال للغاية من أجل أيضا توجيه ضربات إلى هذه القاعدة. وتم تأكيد وأكد المرصد بأن 12
منصة صاروخية قام لواء فاطميون الأفغاني بعملية نصبها تجاه هذه القاعدة. لاحظ القوة الكبيرة التي يتمتعون بها، وأيضا نشروا تفاصيل أين تتواجد بالنسبة للمرصد السوري لحقوق الإنسان مناطق ومواقع تواجد هذه المنصات الصاروخية. دعونا نذهب بسرعة إلى سوريا بالقمر الصناعي تحديدا لكي نرى منطقة هذه المنطقة الحدودية مع العراق، هذه الحدود مع العراق، وهذه هي غرب نهر الفرات. هنا نهر الفرات، هذه هي مدينة الميادين التي نتحدث عنها، بالاقتراب منها هذه مدينة الميادين. وهنا كما تلاحظون في هذه المنطقة فإن هذه المدرسة تحديدا وهي مدرسة عبد المنعم رياض، هذه المدرسة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان هي المنطقة التي عادة يتم تنصيب الصواريخ، ليس فيها ولكن في المناطق وفي المنازل هذه التي ترونها التي هي منازل مهجورة لا يوجد فيها أحد، عادة تستخدم كمناطق. كما نلاحظ هنا واحدة من البيوت هي مدمرة كما هو واضح من ضربات قد تكون قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه المناطق كلها هي مناطق لطبعا تنصيب هذه المنصات الصاروخية باتجاه قاعدة حقل العمر النفطي. وبالتالي إذا ما أخذنا صورة أوضح لكي نفهم طبيعة هذه الضربات التي تأتي من الفصائل وكيف يرد التحالف الدولي على هذه الضربات، فبالتوقف هنا بهذه الصورة الواضحة التي ترونها فإن هذه هي مدرسة عبد المنعم رياض التي تحدثنا عنها، الموقع والنقطة للضربات هذا، وطبعا نهر الفرات الذي ترونه بهذا الاتجاه، وهذه هي قاعدة حقل العمر النفطي. المسافة بهذه النقطة بين حقل العمر النفطي وهذه القاعدة المهمة وكذلك مدرسة عبد المنعم رياض هي عبارة عن 8.9 إلى 9 كيلومترا فقط، وبالتالي في العادة الفصائل تضرب الأمريكيين والأمريكيين يعودون بضرب هذه الفصائل مسلحة. هنالك استنفار كبير في هذه المنطقة، بل إن تفاصيلا قادمة من وكالة عين الفرات هي قد أكدت بأن هنالك تحركا جديدا قادما تحديدا من الحرس الثوري الإيراني، أكدت بأن 25 ضابطا من الحرس الثوري الإيراني قادمين من دمشق قد وصلوا إلى دير الزور وتحديدا إلى مطار دير الزور العسكري، وأنهم بدأوا بعمليات تدريبات للفصائل المسلحة الموجودة في تلك المنطقة من أجل الاستعداد لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة طبعا بالتحالف الدولي. هنالك قاعدة كونيكو بهذا الاتجاه، وهنا قاعدة حقل العمر النفطي التي تحدثنا عنها، وهنا يصبح وأصبح واضحا أن الفصائل المسلحة العراقية تحديدا أصبحت قوية للغاية في هذه المنطقة من الدعم الكبير، الدعم اللوجستي، استمرار دخول هذه العناصر، السلاح والأعتداء الإيرانية، دعم الحرس الثوري، إشراف الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي هنالك نقطة مهمة جدا تنظر إليها الدول العربية بأن الأمور قد تكون أصعب للغاية في الفترة القادمة مع عودة إيران إلى الاتفاقية النووية، وهذا الأمر هو مزعج للغاية بالنسبة لإسرائيل. باراك رافت على سبيل المثال أحد أهم الشخصيات الذين يأتون عادة في التسريبات أكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد هذا الأمر قبل يومين على موقع أكسيوس الأمريكي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تأخرت في ردها على الاتحاد الأوروبي في مسألة الاتفاقية النووية لأنها تحاول من إقناع الإسرائيليين بأن الأمور ستكون بخير وأن ليس هنالك أي تنازلات ودعونا نعود إلى الاتفاق النووي، لكن إسرائيل منزعجة للغاية إلى درجة أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوم غد سيكون في اجتماع مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي لكي يعطيه التحفظات الإسرائيلية على العودة للاتفاقية النووية. ولكن أيضا في نفس الوقت هنالك قنبلة قد فجرها حقيقة وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس، اليوم قال بأننا لا نستبعد أن نقوم بعمل عسكري ضد إيران إذا كان هذا الأمر ضروريا وعندما يتعلق في المسائل النووية، وهذا ما أكده اليوم أن وثيقة الاتفاق النووي تشوبها الكثير من الثغرات، لا نستبعد شن هجوم مسلح على إيران إذا اقتضت الضرورة. لذلك القمة التي نتحدث عنها اليوم هي في مرحلة خطيرة للغاية أمام سيناريوهات كبيرة ممكن أن تؤدي إلى نزاعات وإلى حرب إقليمية كبيرة، وبأنهم ينظرون إلى هذه المسائل بجدية كبيرة، ولكن في نفس الوقت بأن هذه الدول العربية أيضا هي لديها تحركات دبلوماسية مع إيران من أجل ضبط إيقاع الأمور وضبط إيقاع
المشاكل القادمة إلى منطقة الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال بالنسبة للإمارات العربية المتحدة كانت هنالك تفاصيل مهمة جدا نشرت في 48 ساعة الماضية بأن الإمارات العربية المتحدة سيعود سفيرها من جديد إلى سفارته وللعمل في السفارة الإماراتية في إيران. وكذلك هنالك تصريحات إيجابية حول المحادثات الإيرانية مع المملكة العربية السعودية، وهذا المنظر يوضح أن هنالك قطعا للطريق لجهود الولايات المتحدة الأمريكية التي حاول الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من تحقيقها في زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط. فالإمارات العربية المتحدة طبعا أعلنت بشكل رسمي مسألة عودة سفيرها بهذا الشكل الذي ترونه طبعا بشكل رسمي إلى إيران، وطبعا هذا بعد انقطاع أكثر من ست سنوات حدثت بين الإمارات، وتحديدا هي كانت بين المملكة العربية السعودية وبين إيران، ولكن الإمارات العربية المتحدة سحبوا سفيرهم مباشرة من إيران بسبب أزمة جرت في عام 2016 بعد اقتحام المحتجين الإيرانيين لسفارة المملكة العربية السعودية بهذا الشكل احتجاجا على إعدام السلطات السعودية لرجل الدين نمر النمر. وبالتالي كان هنالك خلافا كبيرا للغاية في تلك الفترة، والإمارات انسحبت وها هي تعود بعلاقاتها. بل أن أيضا ناصر كنعاني وهو المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال الآتي عن طبيعة المحادثات مع السعودية وما سنسمعه من العلاقات بين إيران والسعودية، وقال المحادثات مع الرياض كانت جيدة واتخذنا خطوات مهمة، هنالك إرادة سياسية لإعادة العلاقات. وبالتالي نحن فعلا أمام تغيرات مهمة جدا قادمة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فيها تحديات دبلوماسية، تحديات عسكرية، تحديات سياسية. والسؤال الأهم كيف وأين ستصل هذه الأمور، وكيف وما هي المناطق حقيقة أو النقاط التي سنصل إليها؟ هل المنطقة متوجهة إلى التهدئة أم هي متوجهة إلى صراع مختلف بشكل آخر؟